كرم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية اللاعبين واللاعبات والمدربين المحققين لميداليات في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020. أولاً البارا تايكوندو، وسام الرياضة من الطبقة الثانية لكل من السيد محمود عبد الجواد هارون، السيد هاني علي إبراهيم، اللاعب محمد ياسر محمد أحمد الزيات. ثانياً رفع الأثقال، وسام الرياضة من الطبقة الثانية لكل من السيد محمود نبيل محمود فهمي، السيد شعبان يحيى الدسوقي إبراهيم، السيد عماد الدين بهجة محمد حبيب، السيد شريف حسين أبو الفتوح بكر، السيد عبد المنعم صلاح عبد المنعم فرج، اللاعب شريف عثمان خليفة عثمان، اللاعب محمود محمد صبري عطية، اللاعبة ريحاب أحمد رضوان محمد أحمد، اللاعبة فاطمة عمر محمد عمر. وسام الرياضة من الطبقة الثالثة اللاعب محمد صبحي شعبان، اللاعب هاني محسن محمد عبد الهادي. بحييكم وبشكركم باسمي باسم كل المصريين، ربنا يوفقكم، وعايزين مزيد من النجاحات ديت والانتصارات ديت. متشكرين. انا من الناس اللي طلبت خاصه ان احنا بنشوف دول كتير حلوه ونفسنا ان مصر تبقى زيها. انا بعد 5 سنين بقول انه حصل تطوير وتغيير شامل ومنتشر في جميع انحاء الجمهوريه، والمعاقين والبارالمبيكس بصفه خاصه حصل لنا طفره في عصر حضرتك. شكرا لحضرتك جدا. انا اللي متشكر. لا العفو يا فندم، العفو. انتوا بتدوا الامل للناس يا رب. هم ليه بتدوا الامل للناس كلها؟ شكرا جدا. شكرا جدا. حد عايز حاجه؟ نعم.